كنيسة في التاريخ، أنو تاريخ قلنا؟ المدرسة الجامعي، الموسوعات ووسائل الإعلام، حيث ممكن نقول إنه في إنه الكنيسة مظلومة، الكنيسة مظلومة في كل هذه المناهج ووسائل الإعلام. لماذا الكنيسة مظلومة؟ خلينا نيجي على فلسطين، لأنه اللي عملوا كتب التاريخ في فلسطين كان الانتداب البريطاني. إذا لو تكتبوا عندكم أولاً زمن الانتداب البريطاني، معروف إنه البريطانيين وقتها كانوا أنجليكان، أنجليكان يعني ما كانوش يحبوا الكنيسة الكاثوليكية. بعد البريطانيين مين أجا؟ أجا ناس غير مسيحيين، خلينا نسمي كيف؟ العثمانيين أبداً. بعد البريطانيين أجا كل حكم أحكام كلها غير مسيحية، سواء يهودية ولا إسلامية. وطبعاً اللي عملوا كتب التاريخ خصوصاً تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى ما كانش عندهم المراجع. مثلا المراجع لشكسبير، او اللي بده يدرس شكسبير لازم يعرف اللغه، اي لغه؟ الانجليزيه مش الانجليزيه الحديثه بل الانجليزيه القديمه. طيب اللي بده يعرف تاريخ الكنيسه الكاثوليكيه في المانيا مثلا، المانيا معناه المراجع لازم تكون باي لغه؟ المانيه، بالالمانيه وباللاتيني. اللي ما بعرف الماني، اللي ما بعرف لاتيني وما بيعمل ولا اي جهد، معناه راح يحكي كلام غلط. وهذا الحاصل على مستوى المستويات اللي قلنا. بعد اذنك اخ ساهر بدنا نوقف شوي التسجيل. تاريخ انتم راح تصيروا معلمين ومعلمات تعليم مسيحي. كتب التاريخ في فلسطين وفي دول اخرى مش ضروري نذكرها تقفز من الوثنيين قبل المسيح الى القرن السابع الميلادي. فيش مسيحي. إذا ما هي الحركة الأولى المطلوبة منا؟ بعرفش إذا أنتم بتدرسوا هون تاريخ الكنيسة. تاريخ الكنيسة مش بس لازم ندرسه في الجامعة ولا في الإكليريكيات للكهنة، لازم يدخل في تعليمنا المسيحي. لانه زي ما قالت لي مدرسه التاريخ قبل ما اجي هون، قالت لي يا ريت تفهم المسيحيين وسائر المواطنين الفلسطينيين انه فلسطين تاريخها مربوط بالمسيحيه. واليوم فلسطين عايشه واليهود كمان عايشين على حساب المسيح. لو ما فيش المسيح والاماكن المقدسه المسيحيه شو بتكون هاي البلد؟ شو بدهم يجوا يشوفوا؟ بدهم يجوا يشوفوا شو مؤاخذه بيجاله ولا يطا ولا على ايش؟ على ايش الواحد يجي من ميلانو ولا من روما ولا من فينيسيا ولا من باريس عشان يشوف يطا؟ يطا هي بعيد عن الخليل. انتوا فاهمين علي؟ إذا المسيح هو محور تاريخ فلسطين حتى اليوم. مش إحنا بنقولها عن تعصب، هذا هو الواقع. زيحوا الأماكن المقدسة المسيحية، أزيلوا الحجاج المسيحيين، شو بضل لهالبلاد؟ ولا شيء. بضل حيط اليهود بدقوا راسهم عليه. وطبعا ضل كمان مقدسات اسلاميه، ولكن ايش؟ معظم المسلمين ممنوع يدخلوا هاي البلاد. ما اذا اولا يجب ان ما
ماذا نفعل بالنسبة لهذا الفراغ؟ أن نملأ هذا الفراغ. إحنا نعرف تاريخنا. أعيد ما قلته بمناسبات أخرى. البابا الطباوي يوحنا بولس الثاني بيقول يسهل اقتلاع الذين لا يعرفون جذورهم. اللي ما بعرف أصوله هوين إنك إيه؟ تقلع. لأنه شو بقول مثلا المسيح؟ بقول هاي البلاد مش إلي. هاي البلاد كانت وثنية صارت إسلامية. أو مثلا المسيح اللي في الناصرة شو بقولوا له؟ هاي البلاد كانت وثنية صارت إسرائيل، صارت يهودية. إذا بقول أنا ما إليش مكان. مش هيك؟ مش في هيك مسيحيين بقولوا هاي البلاد مش إلنا؟ بظن 80% من المقدسات مسيحية. بلاش عم 80% من الحجاج مسيحيين. إذا مش هذا بالنسبة للقرون الست الأولى أو الستة الأولى. الآن نأتي إلى تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى. إحنا بنجتمع، أنا بجتمع مع معلمي التاريخ، بس أنتوا هون طالبات وطلاب لاهوت، عشان هيك بدي احكي من اي ناحيه؟ ليس فقط من ناحيه تاريخيه، بل خصوصا من ناحيه لاهوت. اولا بقول لك العصور الوسطى كانت عصور ظلمه. عصور ظلمه. هذا الكلام غلط، لانه كل العلوم، كل الاداب، كل الفنون انطلقت من الكنيسة. يعني من مين؟ من الكنيسة الكاثوليكية، وبالذات من الباباوات، وخصوصا أنه باباوات من عائلة الميديتشي. عائلة الميديتشي، ميديتشي يعني اسم إيطالي معناه الأطباء. عائلة الميديتشي اللي أصلهم من مدينة فلورنسا. كويس؟ إذا أخذنا ظلمة من ناحية تحكم الدين على حياة الناس، بقول لك ويويويوي الكنيسة كانت يعني دعس، شو بقولوا؟ ماسك الناس من خناقها، دعس على رقبة الناس، سيطرت الكنيسة على الناس وعلى الدولة. يا سلام. طيب يا ريت اليوم الكنيسة تسيطر على الناس وعلى الدولة في فرنسا أو في إيطاليا، بدل الإجهاض وزواج المثليين والقتل الرحيم وكل هالتعاسات، ولا لا؟ أنتوا معي؟ بقول لك لا، كان في محاكم تفتيش، كانوا يقتلوا الهراطقة. طيب كانوا يقتلوا الهراطقة، واليوم أي واحد خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يطلع بدين لحاله، يأسس كنيسة لحاله، وما حدا بيحكي معه، ويكون معفي من الضرائب. يعني منيح؟ أحسن؟ السؤال، هل هذا الشيء الذي ننتقده في الكنيسة الكاثوليكية تبعت العصور الوسطى أليس موجودا عند غيرها اليوم؟ تحكم الدين في كل شيء موجودة في غير محلات هاي ولا مش موجودة؟ سؤال سؤال أسأله بسرعة. العصور الوسطى كان فيها من أعظم القديسين، مش بقول لك ازدياد، كتاب صف 10 صفحة 7 ازدياد مساوئ الكنيسة. طب كان فيها قديسين عظماء العصور الوسطى. ليش تسموها العصور الوسطى؟ لأنها بين العالم القديم والعالم الحديث، يعني هاي تبدأ من القرن الخامس الميلادي. تسمعوا عن القديس أغسطينوس ابن العصور الوسطى، القديس فرانسيس الأسيزي، القديسة كلارا الأسيزية، القديس ألبرتوس العالم، القديس توما الأكويني الفيلسوف الكبير، قديس إغناطيوس دي لويولا مؤسس مين؟ مؤسس اليسوعيين. إغناطيوس دي لويولا
في كثير قديسين ثانيين، مثلا قديسة تريزيا الكبيرة من آفيلا اللي جددت أديرة الكرمل، قديس يوحنا للصليب، قديس فيليبوس نيري في إيطاليا، قديس كارلو بوروميو. كارلو بوروميو تسمعوا لما واحد بسمي ابنه كارلو، كارلوس تشارلز تشارلي على اسم القديس كارلو رئيس أساقفة ميلانو اللي نزل مع شعبه وينقذ الناس من الطاعون، جدد أبرشية ميلانو اللي هي أكبر أبرشية في العالم بالنسبة لعدد السكان. هذا هو القديس كارلو. عمركم سمعتوا فيه؟ عمركم قرأتوا عنه في كتب التاريخ؟ ما عم تفهم. تسمع عن جمعية مار منصور؟ كبير مار منصور، القديس منصور دي بول، كان كاهن فرنسي، أول حياته كان دنيوي، بعدين كرس حياته للفقراء القديس منصور دي بول، وبعدين مع لويس دي مارياك تأسست عن يده رهبنة شو اسمه رهبات المحبة، هي هون عنا في بيت لحم في القدس في الناصرة رهبات المحبة، الآباء العازريين وغيرهم. يعني عدد من هدول القديسين مش بس كانوا قديسين، يعني كل واحد براسه قديس وخلص مات من هون وراحت قداسته من هون، بل أسسوا إيش؟ رهبنات ومنظمات وجمعيات خيرية لهم. طيب بدنا نيجي الآن لبعض النقاط. أولها الحروب الصليبية، بدنا نكتب عنها وين شايف الصبشورة، الحروب الصليبية اللي جماعتنا الفلسطينيين ظلهم يضغطوا على وزارة التربية والتعليم فسموها حروب الفرنجة. حروب الفرنجة مش الكمنجة، الفرنجة، يعني انه هاي ملهاش علاقة بالدين. تعرفوا دائما المسيحيين شاطرين انه ايش؟ انه يا عمي احنا زي عاد الامام دانا غلبان، تعرفوا كيف؟ احنا ملناش دخل في الدين. هيني لقيت الطبشة. اذا خلينا نقول الحروب الصليبية. لو سألتكم اللوحة الثانية. هذا في لوحة ثانية. طيب الحروب الصليبية، شو بتعرفوا عن الحروب الصليبية؟ لو سألتكم يعني. حدثها تحرير قبر المقدس. قبر المقدس. المقدس، وكان الناس هون كثير مظلومين، ما كانش عندهم حقوق كمان. وإنه سموها صليبية لأنه الجنود كانوا يحملوا الدرع هذا اللي عليه الصليب. طيب هذا الحكي اللي انتم بتقولوه واللي الرهبة العراقية بتقولوه شنو عيني مش موجود في كتب التاريخ. شو بتقول كتب التاريخ؟ انو هاي حرب استعمارية. اوكي استعمارية. استعمارية للتعدي على المسلمين بهدف الاستعمار والاحتلال. نيح؟ كويس سيد جورج، هذا تلميذي بالفرير. كم واحد كان تلميذي بالفرير؟ انت كمان عاصر. طيب اذا كتب التاريخ تحكي لنا ربع الحقيقة أو نصف ربع الحقيقة، متى بدأت هاي الحركات أو ما سببها؟ 1071. 1071 الأتراك السلاجقة، أتراك السلاجقة يحتلون الشرق الأوسط كله تقريبا. طبعا الحجاج اللي جايين من أوروبا عن طريق البر بدهم يمروا بإيش؟ بالشرق الأوسط. بس قبل الحجاج، هذا الشرق الأوسط كان قسم من أنهي إمبراطورية؟ بدك تاخذي ملاحظة؟ أنا بتصور عشان الأسطورة. كيف؟ لا تفضل. وين أورائك؟ تفضل.
اللي دخلها بدنا تقول اللي احتلها السلاجقة كانت تابعة لمين أول؟ للإمبراطورية البيزنطية. يعني الإمبراطور البيزنطي شاف إنه قسم كبير من جنوب شرق إمبراطوريته احتلوه أو دخلوه الأتراك السلاجقة. إذا استنجد في مين؟ في مين استنجد؟ في قداسة البابا. ليش؟ لأن البابا كان يحكم على الدول، مش زي اليوم ما حدا رادد عليه. إذا الإمبراطور أليكسيوس كومنينوس استنجد في البابا. البابا غريغوريوس السابع كان عنده هموم دينية كثيرة. البابا اللي بعده أوربانوس الثاني كان فرنسي. أوربانوس الثاني هو اللي دعا الناس. هلا إذا بدي أقول لهم يا جماعة بدنا تعالوا بدنا نحرر هاي الأراضي عشان خاطر إمبراطور القسطنطينية، كان في حدا رد عليه؟ كان في حدا رد عليه؟ لا. ولكن شو اللي كان حصل في نفس الوقت؟ اللي حصل في نفس الوقت هو إنه لحظة شوي، هاي قلب أرسلان مضبوط. اللي حصل في نفس الوقت إنه الحجاج زي ما قلنا اللي كانوا يجوا لإيش كانوا يتعرضوا؟ يعني للقتل، للاعتداء، للسلب، فصاروا يضطروا يجوا ايش؟ مسلحين. طبعا يحق لنا احنا كمسيحيين، عندنا احنا كمسيحيين حق ايش؟ الدفاع عن النفس. ومين البابا اللي طلب هذا الاشي؟ البابا أوربانوس الثاني سنة 1095. هلا صار في مذبحة في القدس يمكن قتل فيها خلينا نقول 7000 مسلم بساحة الأقصى أو ساحة قبة الصخرة، بعرفش هلا ما دققتش. هذا البابا أوربانوس كيف؟ كيف؟ البابا أوربانوس نعم. واللي طلب منهم يجوا مسلحين؟ لا، البابا أوربانوس طلب منهم يحرروا القبر المقدس. أنا تنسوش إنه القبر المقدس أحرقوا الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله سنة 1009. برجع بقول إنه هون في حصة لاهوت مش تاريخ، فبترك التفاصيل التاريخية هاي، ولكن خلينا نيجي للفكر اللاهوتي. شو هو الفكر اللاهوتي؟ أولاً حق الدفاع بل واجب الدفاع عن المقدسات، حق وواجب الدفاع عن الحجاج، صح ولا لا؟ ولكن طبعا ايش خطأ القتل المذابح، اي اشي مظيم المذابح. يعني اذا ذبح 7000 مسلم، المصادر العربية الاسلامية تقول 70000، بظن انه العدد مبالغ فيه. يا عمي بلاش، لو انذبح 5 مسلمين غلط. ذبح الانسان، قتل الانسان هو ايش؟ غلط. مش راح ندخل في التفاصيل ليش صارت هاي المذبحة. زي ما قلنا هاي قضية تاريخية. اللي بهمنا الان اكثر بالنسبة لنا كمسيحيين، ويمكن في ناس منكم حتى مش لاتين بيقولوا ها، يعني في ناس ممكن بكيفوا على هالقصة حروب الصليبية. بتعرف انه في عنا بشر مع الأسف فيش عندهم سعة في التفكير. ممكن انه مثلا احنا كمسيحيين شرقيين نقول هذول المسيحيين الغربيين مجرمين، الصليبيين مجرمين،
بدناش ننسى انه الصليبيين هم اللي حموا المقدسات المسيحية، بدناش ننسى انه الصليبيين اللي هم الاجانب، يعني المسيحيين الاجانب هم اللي بنوا حضارتنا اللي احنا موجودين فيها اليوم. كل مؤسساتنا مين بناها؟ مين بناها كل مؤسسة؟ كل مؤسساتنا المؤسسين تبعونها اجانب، كل رهبناتنا اساسها ايش؟ اجانب. كل المدارس والمستشفيات اللي تاسست في فلسطين وكل الشرق الاوسط كانوا كلهم ايش؟ مسيحيين اجانب. اللمبه اللي من اللي بتطوي لنا، الراديو اللي بنسمعه، التلفزيون اللي بنشاهده، الكمبيوتر، كل هذا مين انتجه؟ اللي بسمولنا اياهم الصليب. بس برضو مش راح نطول على هذا الموضوع. ممكن انه مثلا ارثوذكس، خصوصا روم ارثوذكس، يقول لك هذول الصليبيين اللاتين هذول كانوا مجرمين والى اخره. فمين بعت وراهم؟ مين بعت وراهم؟ انو امبراطور؟ أليكسيوس كومنينوس اللي كان امبراطور بيزنطي روم ارثوذكس. نعم. ما كان يذبح المسيحيين؟ طبعا. يعني انت لوتين مسيحيين. مين؟ لوتين مقدسة. مين؟ مين؟ الصليبيين. الصليبيين قتلوا كثير مسيحيين؟ ما بعتقدش يعني، ما ظنش. تواريخ بقول لك انه ممكن ما كان يميزوا بين المسلم والمسيحي لانه كان عربي. بس كان يقتل يعني. هو المسيحي كان بين نارين. هل بده يحارب مع الصليبيين ولا بده يحارب مع المسلمين؟ لما بحارب مع المسلمين لا يحارب عشان الاسلام، يحارب كعربي. شايف؟ يعني المسيحيين دائما مساكين. لحد اليوم. طيب، اللي بقول لك انتم معي؟ اللي بقول لك مثلا بالنسبة لي حكينا عن مثلا اخواننا البروتستانت ممكن يقول لك شو هم هذول اللاتين، هذول الكنيسة الكاثوليكية كانت مجرمة وكانت تعمل وكانت تسوي. طيب وانتوا وين كنتوا؟ هل كانوا موجودين اخواننا البروتستانت؟ طبعا كانوا مش موجودين. امتى نشأت؟ امتى نشأت؟ امتى نشأوا البروتستانت؟ بعد سنة 1520. احنا هون تنساش 1095. حبيت اقول لكم هالشيء كطلاب وطالبات لاهوت، لانه في عنا احيانا عدم محبة، في عنا زغر عقل، وفي نفس الوقت ايش؟ جهل. بلاش نتفلسف على الكنيسة اللاتينية، ما احنا ما كناش موجودين. انتوا فاهمين علي؟ اخونا البروتستانت بيطلع له شيء يتفلسف على الصليبيين، ما هو ما كانش موجود. اخونا الارثوذكسي الروم ارثوذكس ما بيطلع له شيء يتفلسف عليهم لانه هو اللي بعت وراهم. بس نحن اخونا السريان ما بلاش. السريان قديش كان عددكم يا ابن؟ كيف؟ كنا هون كمية كبيرة، كان عندنا 7 اديرة في القدس. طيب حلو، كان مؤسسات كبيرة، كل كنيسة جنب مدرسة. ممتاز. هل الصليبيين يعني مؤسسات خاصة نحن موجودة بفلسطين نفسها؟ عرفنا عرفنا. ممتاز. هلا خلينا نكمل، شكرا. خلينا نكمل الآن، ركزوا معي لطفا. بالنسبة ل الآن قضية ما يسمى بالغفرانات وقضية ما يسمى بالإصلاح. في عنا بتقول لي هاي لاحظ اني بحطها بين مزدوجين، خليني من اولها اقولكم انه المسألة لأول وهلة يبدو أنها تخص الكنيسة الكاثوليكية الغربية، يعني أنه الموارنة والسريان كاثوليك والروم الكاثوليك
والاطباق الكاثوليك والكلدان ما لهمش، حضرتك من اي طاقه سيستم؟ سريان كاثوليك، انهم ما لهمش دعوه. راح نشوف انه اي شيء يعادي الكنيسه الكاثوليكيه يعادي ايضا الكنيسه الارثوذكسيه، زي ما راح نستنتج. اول شيء، ما معنى كلمه غفرانات؟ لو سالنا انفسنا تكفير عن الخطايا. إذا كلمة غفران في اللغة العربية غير موفقة، يعني ترجمة تعيسة، لأنه غفران من أنو فعل؟ غفر. معناه البشر إيش بتوهموا؟ ادفع مصاري والكنيسة بتعطيك وصل إنه الله غفر خطايا، هات مصاري والله غفر خطايا. مش هذا معنى كلمة غفران. كلمة غفران باللاتيني بالإنجليزي indulgence. indulgence نقدر نقول إنه هي تعويض عن الخطايا، تكفير عن الخطايا. ولما فيها كان دفع مصاري ايش؟ الزكاة. تسمع عن الزكاة؟ الزكاة بالسريان سكوتو او سكوتا، يعني تدفع مبلغ من المال مش حتى تشتري مغفرة ربنا، بل حتى تدل على ندامتك وتعوض عن الخطأ اللي عملته، خصوصا بسوء استخدامك للمال. مارتن لوثر اللي كان كاهن ألماني، كاهن ورائد ألماني، لم يكن أول من احتج على الغفرانات. شو هي الغفرانات؟ البابا لاون العاشر بده يكمل بناء كنيسة القديس بطرس، كان لها عشرات السنين ومش خالص بناءها، فقال إنه اللي بيكون اعترف بخطاياه، تناول القربان الأقدس، زار سبع كنائس، يعني لازم كل هاي الشروط، وبعدين بتبرع بمبلغ من المال، يعد له كتكفير، يعد له كزكاة. وكان يعطوه وصل، مش وصل انه الله غفر خطاياه، وصل بالمبلغ اللي دفعه. كان في منافسات بين الرهبنات، مثلا مارتن لوثر كان من رهبنة، والفاتيكان أعطى تفويض لم التبرعات لرهبنة ثانية، فممكن هذا كمان كان سبب عدم رضا مارتن لوثر. مش مهم هذا السبب، المهم أنه الغفران موجود عندنا من سنة 1000 ميلادي على الأقل. شو صار سنة 1000؟ كانت السنة المقدسة، وقتها قداسة البابا اعتبر انه اي انسان بيحج الى الاراضي المقدسة دون دفع مصاري انه يعد ايش؟ كغفران، يعني كتكفير، كتعويض عن خطايا. بيحج من دون مصاري الى الاراضي المقدسة؟ نعم، من دون مصاري. يعني هلا احنا درسنا صكوك الغفران ده كله غلط في التاريخ؟ مين اللي عمل كتب التاريخ؟ شو فهمهم بهاللاهوت؟ احنا فاهمين، احنا مش اشرار. كيف؟ على فكره كثير ناس، يعني احنا عشان ناخذ محاضرات ثانيه مثلا، كثير ناس نسمع واحده، تفضلي تفضلي. نعم، عشان ناخذ محاضرات ثانيه مثلا تاريخ وهالاشياء، كثير ناس يعني عم طوالي اول ما بهجمونا وبهجمونا بصندوق الغفران، فاحنا ما بنعرفش نجاوب، لانه ولا بحياتنا وصلنا سنه رابعه عشان ما كناش نعرف انه هي هيك. الحق على ايش؟ الحق على التعليم المسيحي، لانه معلش خليكم معي لطفا، اي انسان بده يحكي يتفضل بس بعد ما يستأذن، منيح؟ عفوا. هلا في عندنا احنا كتب التاريخ، مين اللي عامل كتب التاريخ؟ ناس طيبين بس ما بيعرفوش شيء في الدين المسيحي. صح؟ مش
شو بتتوقعوا من الناس ما بيعرفوش اللغات الأصلية اللي هي شو قلنا؟ لاتيني، ألماني، فرنسي، ما بيعرفوهاش. إذا الحق على مين؟ حق علينا إحنا في جامعة بيت لحم، الحق علينا إحنا في حصص إيش؟ التعليم المسيحي مثلاً. هذا الكتاب، هذا الكتاب أبونا جورج سابق الله يرحمه من كانت البطريركية، هذا الكتاب انعمل من سنة 1975 توزع على كل المدارس المسيحية، هاي الطبعة الثانية 1993 يمكن أول مرة بتشوفوه. سير فيرجيني عملت رسالة تعميم لكل المدارس المسيحية، كل المدارس على القليلة الكاثوليكية، بعض القضايا في تاريخ الكنيسة اللي تفهم كل هاي المواضيع، فهمها في حقيقتها التاريخية وبعدين حقيقتها اللاهوتية الدينية. أكم من مدرسة أخذته؟ هذا السؤال، وهي جبت لكم نسخ منه بعدين بنشوف في الاستراحة. إذا خلينا نكمل. مش بيقولوا إنه كان في تجاوزات؟ أنتم معاي ولا لا؟ مش بيقولوا إنه كان في بعض رهبان يبيعوا مغفرة الخطايا بالمصاري؟ الكنيسة نفسها تخلصت من هذا الموضوع نهائياً بالمال، الغفرانات بالمال تخلصت منه نهائياً في الجلسة 25، الجلسة 25 من مجمع التريدنتيني. تريدن قديش؟ 1554. إذا أيوه هذا 1546 1500. على فكرة البابا كان بده طوال يعمل مجمع مسكوني بعد ال 1520، الأمراء والملوك وأعداء الكنيسة ظلهم يعطلوا الموضوع وصار في حروب ومشاكل. المجمع التريدنتيني 1554 حذف كل إشي اسمه إيش؟ اسمه ضل الغفران، تبرع بالمال. يعني مثلا بنزور كنيسة المهد باليوم الفلاني، هذا يعد غفران. شو يعني غفران؟ تكفير، تعويض عن الخطايا. طيب إذا زي ما بقولوا خلصنا من هالغنجة هاي. نعم تفضل جورج. كان يعتبروا الحج هو غفران خطايا ولا زيارة؟ لما الحج سنة الألف يعتبروه غفران خطايا؟ كان لا مش غفران، فيش شيء اسمه غفران. غفران الخطايا بالتوبة وبالاعتراف كتعويض عن الخطايا في مناسبات خاصة فقط. تعرف الحج قبل كان كله خطر على الإنسان، يعني 100 مرة يقولوا له الحمد لله على السلامة. كيف الحج برضو عند إخوتنا المسلمين في خطر على البني آدم، لما عندك كل هالآلاف المؤلفة من البشر اللي بيمشوا مع بعض في خطر، إذا واحد بوقع ما بإمكانك توقف، بدك تدعس وتمشي. عشان هيك بيقولوا له للي بيرجع من الحج الحمد لله على السلامة، مش مسخرة. تفضل. بس سؤال، إذا هم كانوا من تاريخ أغلبك ارفع صوتك بحياة أبوك. نعم. إذا كانوا فاهمين التاريخ غلط على أساس إنه سحوك الغفران هاي بتحكي عنها، طب على أساس إنه كانوا بيعلموا إنه هاي إشي غلط وهذا إشي الكنيسة عملته، وعلى أساس إنه بيعلمونا برضه في كورس تاريخ الكنيسة إنه الكنيسة أخطأت في العصور الوسطى؟ يعني ما أظن في إشي هم إنه عم بطلع إشي غلط. في أشياء عفوا، في عنا أخطاء في التصرفات. أخطاء في التصرفات موجودة في كل زمان، في كل مكان، وعند كل أتباع أي دين، لأن بشر مش ملائكة. منيح؟ ولكن من ناحية التعليم الكنيسة ما بتغلط، لأن تعليمها هو تعليم المسيح. من ناحية التعليم الرسمي، ممكن تلاقي الراهب الفلاني علم تعليم غلط، ممكن مطران لوحده كفرد علم تعليم غلط، ممكن مرة يطلع على تلفزيون حتى كاثوليكي خوري يحكي كلام غلط. اليوم شفت واحد مثلا منيح، ولكن هذا ليس تعليم الكنيسة. ايش بدك ترجع للتعليم الرسمي مظبوط؟ بس نعم. كيف توصلت الفكرة الغلط لهلا؟
هذا قصدي. الفكرة غلط. مين عمل الكتب؟ حبيبي مين عمل الكتب التاريخ؟ من سنة 1917-1948 مين عمل كتب التاريخ؟ الأنجليكان البروتستانت تبعون الانتداب البريطاني. كيف بدك يعملوا التاريخ؟ على فكرة الحق مش عليهم، الحق على مين؟ إحنا. الحق علينا إحنا. لما أنا بكتب إشي غلط عن دار بسوس مثلا، مش بس الحق علي إنه بكتب إشي غلط، الحق عليهم إذا بسكتوش. إحنا منخربش، إحنا المسيحية خصوصا الكاثوليك منخربش بين المحبة والنذالة بعينهم. أنا المحبة لازم أحب وأحترم كل الناس، بس الحقيقة مش لازم عشان خاطرك أنت، أنت بتشوه الحقيقة أنا أسكت لك. لا، أنا لازم أدافع عن الحقيقة بمحبة. ولما أنا غلطان شو لازم أقول؟ أني غلطان. فيش حدا ما بغلطش إلا العرب، العرب عمرهم ما غلطوا. هلا بدوا يكتشفوا انه يمكن كنا غلطانين في الدكتاتوريات. هلا بعد ما مات القذافي قال كان مستبد وظالم، يعني هلا عرفنا. شايف؟ اما قبل امجاد يا عرب امجاد، سياده الرئيس وفخامه الرئيس القائد. اذا ابنه كان اذا بقول له يابا ما يردش عليه، لازم اقول له سياده القائد. ابنه للقذافي. انتوا معي؟ إيه الله يرحمه. طبعا الميت لا يجوز، الميت لا يجوز عليه الا بالله. انتوا فاهمين علي؟ هذا كله اسمه تشويه، تشويش. هلا التشويه او التشويش ممكن يصير كمان عن حسن نيه. برجع بقول الحق على مين؟ الحق علي انا انه بسمح لبشر يحكوا إشي ضد الحقيقة. بس إذا في ناس ما بيسمع، يعني ما عندكش حق تحكي مثلا الأقلية، إذا بنحكي إشي بنضرب يعني. ولما ما بنحكي، ولما بإمكاننا نحكي وما بنحكي. وبعدين في مدارسنا في التعليم المسيحي في حدا بمنعنا في حصص التعليم؟ مش أنتوا كلكم رحتوا على التعليم المسيحي في مدارسنا؟ هل توضحت هالصورة لكم في حصص التعليم المسيحي ولا لا؟ لا. إذا وين النقص؟ وين العجز؟ تفضل. من هاي السنة بطل في، أي بحطها قدام الكاميرا، بطل في عذر لحدا. هذا الكتاب لازم يكون موجود بين إيدين كل معلم وكل طالب مسيحي. كيف؟ كتب نفسك، كتب مسؤولة. مع كتاب التعليم المسيحي لازم هذا يكون موجود. ليش؟ أعطيكم مثلا. بعرف شو موجود في كتاب التعليم المسيحي صف سابع، نعم؟ ولكن هاي كتاب التاريخ صف سابع، في أشياء ضد الدين المسيحي هون. هل هاي الأشياء من ممكن نصلحها؟ ممكن نحكي مع وزارة التربية والتعليم، ممكن يصلحوها بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين، أو بعد 20 سنة، أو ما يصلحوها. وين لازم انا اصلحها؟ في الصف. اني حصه تربيه، حصه التربيه المسيحيه، انه على الاقل المسيحي يعرف الحقيقه ويقدر يدافع عن ايمانه المسيحي. اذا ما بنقدر نصححها في كتاب التاريخ، وين نصححها؟ في حصه، حصه ايش؟ التربيه. بدنا نيجي الان الى الكلمه الثانيه، ما يسمى بالاصلاح. إذا قلنا كلمة غفرانات صح ولا غلط كترجمة؟ كترجمة لا غلط. كترجمة غير موفقة. كلمة إصلاح فكركم صح ولا غلط؟ هي غلط، لأنه هم بيفكروا إصلاح بس هي مش إصلاح. برضو كلمة إصلاح ترجمتها غلط. ما هي الكلمة الألمانية المأخوذة من اللاتيني؟ ريفورماسيون. ريفورماسيون بالانجليزي ريفورميشن. بتلاحظ انه فيها كلمه فورم. شو يعني فورم؟ شكل، يعني تغيير الشكل، التعديل. اذا كلمه اصلاح كمان هي ترجمه غلط.
وشفنا أعطيناكم أمثلة عن مين؟ عن قديسين غيروا شكل الكنيسة داخل ولا من الخارج؟ من الداخل. ما نشفع على فكرة الكنيسة الكاثوليكية على علاتها اللي بحكي عنها الصف العاشر. كم من كنيسة كاثوليكية عندنا؟ يعني كعقيدة كاثوليكية كم من عقيدة؟ واحد. الحركات اللي احتجت على الكنيسة واللي أرادت أن تصحح أو تصلح زي ما بيقولوا الكنيسة، هل بقيت واحدة ولا تفتتت وتفرعت؟ تفرعت. لقديش؟ يعني مئات الجماعات. في الولايات المتحدة لحالها في عندكم 30,000 حركة مع مدامية. بس الكاثوليكية ظلت هي. كيف؟ بس الكاثوليكية ظلت وحدة. ما هذا اللي بنحكي. ما هو من هذا أقول كيف؟ بقول هو من هذا اللي بنشق عن أصل. حتى هو بنشق عن حاله كمان، فاهم كيف؟ هذا اللي؟ هذا اللي صار. هذا اللي حصل. 30,000 هذول بس مع مدنيين. غير السبتيين، غير اخوتنا الانجليكان، اللوثريين، الميثودست الى اخره، يعني الهم اول ما الهمش اخر. هلا بدنا نيجي من ناحيه لاهوتيه اكثر. شو سبب كنا هون مع الاخ علاء، شو السبب انه طلعوا كل هدول؟ صح؟ خليني انا هلا اركز معكم شوي او تركزوا معي شوي. طلع عليك فن الكنيسة الكاثوليكية يقولون في كتب التاريخ انه كانت فاسدة. طيب مع انها فاسدة ضلت اكم من كنيسة؟ واحدة ولا لا؟ طيب الجماعات اللي تمردت عليها اللي احتجت عليها قولوا لنا انه كانوا جماعة محترمين، ولكن شو اللي حصل؟ انه ايه؟ شفوا عن حالهم. تفتتوا ولا ضلهم مجموعة واحدة؟ تفتتوا. شو السبب؟ نرجع لأفكار مارتن لوثر بغض النظر عن حياته. بديش احكي عن حياة مارتن لوثر، بديش احكي عن حياة هنري الثامن. تعرفوا هنري الثامن طلق مرته كاترينا لأراغون حتى يتجوز عشيقته. بدناش نحكي عن التصرفات، بدنا نحكي عن المبدأ. ماذا قال مارتن لوثر؟ مارتن لوثر قال الكتاب المقدس هو، يا ريت لو تكتبوا هالإشي، الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد. صح؟ يعني باللاتيني قالها سولا سكريبتورا. وأعطى مبدأ ثاني، عبديش أقول لكم المبدأ الثاني، خلينا بالمبدأ الأول. هاي العهد الجديد بين إيدينا من نص اليوناني الأصلي. مارتن لوثر سؤال الكتاب هو المرجع الوحيد. خلينا نقول إنه هذا العهد الجديد والقديم مع بعض. أغلب ما بتعطيني النسخة المسكونية اللي بين إيديك اللي هي ممتازة بالنسبة للعهد القديم، واللي ترجمتها تعيسة بالنسبة للعهد الجديد. سؤال مارتن لوثر، معلش نعيد مع بعض مبدأه. الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد. طيب هل الكتاب موجود لحاله ولا في بني ادم بيقراه؟ معنى في الكتاب وانا، وانا والكتاب، والكتاب وانا، وانا والكتاب. طيب لما انا اقول انه الكتاب هو المرجع الوحيد في الاخر مين بصير المرجع؟ الكتاب ولا انا؟ بصير انا المرجع. مارتن لوثر أعطى مبدأ ثاني خطير جدا. يا عم بديش أقول لكم إنه خطير. يحق لكل إنسان إنه يأخذ ملاحظة، خصوصا اللي عندهم تليفون
يحق لكل إنسان إنه إيش؟ أن يفسر الكتاب. إيه؟ حتى لو مارتن لوثر ما قالش هذا المبدأ، حتى لو قال الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد، معناه في الواقع المرجع مش الكتاب، المرجع هو اللي بيقرأ الكتاب. إنه إيه؟ إنه الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد، يعني إنه إحنا ما نقدرش مثلاً نقول كل تعليمنا ماخذينه إحنا من الكتاب المقدس. هل عفواً؟ لا 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 لا، واحدة واحدة. هل هاي الكتاب ما فيش ولا أي سلطة إلا هذا الكتاب؟ ولا في سلطة تانية تساعدنا نفهم هذا الكتاب؟ هذا الفيلم الكنيسة إيش بتقول؟ على فكرة خلينا نرجع برضو للكتاب نفسه، مش هو بقول كتاب؟ بدنا نسأل الكتاب، يا كتاب، ها هيني هلا بسأله، يا كتاب هل أنت المرجع الوحيد؟ شوفوا شو راح يقول لي الكتاب في الرسالة الأولى لتيموثاوس، لو تكتبوا عندكم الرسالة الأولى لتيموثاوس فصل 3 آية 15. الرسالة الأولى لمين؟ فصل 3 آية 15. شوفوا شو بيقول فإذا أبطأتم. مين بحب يقرأ لنا إياها؟ أخ علاء معه كتابك يعني. ثلاثة خمسة عشر صح؟ نعم. فإذا أبطأت فعليك أن تعرف كيف تتصرف في بيت الله، أي كنيسة الله الحي، عمود الحق ودعمته. مين عمود الحقيقة وركن الحقيقة؟ الكنيسة. ومين بيقول هذا الكلام؟ الكتاب. الكتاب بيقول إنه الكنيسة هي عمود الحق وركنه. مش بس كده، يسوع كتب إشي؟ يسوع كتب؟ لا لا. إذا الإنجيل كيف كان؟ أول شيء مكتوب ولا أول شيء شفهي؟ أول شيء شفهي. بس هلا خلينا نيجي للمبدأ الثاني اللي حكى مارتن لوثر. تفضل. مش حكيت كمان إنه المرجع لازم الواحد يكون عارف اللغة مكتوب فيها؟ يعني كما حكينا هون، فأنا بقول لك الإنجيل كمان هي كانت في عدة لغات. فإنه تكون في مرجع لازم واحد يكون فاهم هذا المرجع. بالضبط، هاي النقطة الثانية اللي بدنا نوصل لها الآن. شكرا. إذا قلنا الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد؟ لا. خلينا نشوف زي ما قال المسيح من ثمارهم تعرفونهم. اللي بيقولوا إنه الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد عددهم ما لا يقل عن 50,000. ولا واحد فيهم ما متفق مع الثاني. تمام. على الأقل إداريا أو ماليا. وبتشوفوهم هون في بيت لحم وكيف بيختلفوا، هذا بأخذ مصاري من هون بيعمل بروح بفتح دكان لحاله. منيح؟ الكتاب المقدس نفسه بقولنا مين قاعدة الحق؟ كنيسة. شو بقول؟ عمود الحق وعمود الحق وركنه. تيموثاوس الأولى فصل 3 آية 15. إذا إحنا إيش بنقول؟ الكتاب والكنيسة. على فكرة هاي العهد الجديد بين إيدي. أنو سبق؟ أغلبكم تطلع علي. هاي 27 كتيب تبعون العهد الجديد. أنو سبق؟ الكتاب ولا الكنيسة؟ الكنيسة. الكتاب سفر الرؤيا امتى انكتب؟ سفر الرؤيا خلينا نقول من سنة 90. قديه صار لها الكنيسة؟ 60 سنة. الكنيسة موجودة 60 سنة ولسه سفر الرؤيا مش مكتوب.
اه مضبوط، حتى كان شيخي الكنيسه كانت لسه شيء كان اسمه شيخي. اذا وين رجعنا؟ الكنيسه صح؟ طيب هلا شو المبدا الثاني اللي حكاه بابا؟ شو المبدا الثاني؟ يحق لكل انسان تفسير كتاب مقدس. اثريته صديقنا القديس بطرس تكتبوا عندكم في رسالته الثانيه فصل 1 ايه 20 بحكي لنا العكس تماما. فصل 1 ايه 20 من رساله بطرس الثانيه. واعلموا قبل كل شيء أن لا أحد يقدر أن يفسر من عنده أي نبوءة في الكتاب المقدس. لا يقدر أحد، خليك عليها، لا يقدر أحد أن يفسر من عنده أي نبوة وردت في الكتاب. مش على خاطرك، خلينا بالكلام اللي حضرتك قلته قبل شوي نلاقيه عند مار بطرس في رسالته الثانية فصل 3 آية 15 وتالي. إذا قلنا رسالة بطرس الثانية فصل 1 آية 20 لا للتفسير الفردي. تفضل. واحسبوا صبر ربنا فرصة لخلاصكم كما كتب إليكم بذلك أخونا الحبيب بولس على قدر ما منحه الله من الحكمة كما هي الحال في جميع رسائله. إذا القديس بدنا نكمل، القديس بطرس يتكلم عن رسائل مين؟ بولس. بولس شو بقول عنها؟ تفضل. لا تتكلم فيها على هذه المسائل فوردت فيها امور غامضه يحرفها الجهال وضعفاء النفوس. اه يحرفها مين؟ جهال وضعفاء اهل الذين لا علم عندهم، اللي بيعرفوش اللغات الاصليه، اللي بيعرفوش التفسير الصحيح، والذين ضعفاء النفوس. هاي ترجمه لا الذين لا رسوخ عندهم، اللي لا ينتموا الى الجذور يفعلون ذلك لهلاك نفوسهم. بس المرجع بطرس الثاني فصل 3 آية 16 ايدك الشمال. ماشي؟ هلا اعطيني اغلبك كمان مره هذا الكتاب. مارتن لوثر تمرد على الكنيسة نهائيا أي سنة؟ 1520. أنتوا معي؟ ولا مش معي؟ شوفوا شو صار 1520. 1520 في واحد اسمه يلقب بكارلشتات. كارلشتات نفس السنة ها؟ أجا على الكتاب المقدس العهد القديم وحذف منه 7 كتب. شو هي السبع كتب؟ هذا من العهد القديم. من العهد القديم. يشوع بن سيراخ، سفر الحكمة، نبوة باروك، كتب المكابيين، طوبية، يهوديت. وليش محرم؟ على فكرة في بطرق للروم الأرثوذكس كيريلوس لوكاريس حاول يحذفهم كمان ولقومية في ظروف غامضة في اسطنبول في القسطنطينية. ليش حذفهم؟ لأنه ما لقاهمش بالعبراني، ما لقاش الأصل تبعهم بالعبري، يعني رجع لأنه موقف، الموقف المسيحي ولا الموقف اليهودي؟ موقف يهودي. رجع للموقف اليهودي. بعد فترة على فكرة اكتشفوا بعض هاي الكتب بالعبري، مثلا يشوع بن سيراخ في قمران في كنيسة اليهود في القاهرة في مسعدة اكتشفوا ثلاث ارباعه باللغة العبرية. بس هيهم لسه لا اليهود ولا البروتستانت ما رجعوهم. كيف؟ يشوع بن سيراخ سنة 1522 مارتن لوثر نشر ترجمته للعهد الجديد باللغة الألمانية وكانت ترجمة ممتازة. فما بقوله بالعربي من السهل الممتنع،
يعني انه سهله ولكن ايش قويه اللغه. العهد الجديد هي هون اكم من كتيب. العهد الجديد هو نشرها باكم من كتيب 24. مارتن لوثر حذف اكم من كتاب 3 كتب من العهد الجديد. شو هي الثلاث كتب؟ رساله القديس يعقوب، قال عنها انها رساله من تبن، رساله من قش بالالماني شترو بريف، الرساله الى العبرانيين، ورؤيا يوحنا. هدول حذفهم كمان؟ هدول حذفهم. شو اللي مش عاجبه؟ شو اللي مش عاجبه برؤيا يوحنا؟ انه كانت صعبة الفهم. شو اللي مش عاجبه بالرسالة الى العبرانيين؟ انه بتحكي عن الكهنوت، هو كان ينكر الكهنوت. يعني هو ما قدر يفسر رؤيا يوحنا، صار خلص الله. وبعدين رسالة مار يعقوب اللي كان يقول الايمان من دون اعمال ميت، هو كان يقول الانسان يخلص بالايمان فقط، ما بتوفيش مع رسالة القديس يعقوب، فقال عنا انها رسالة من تبن. هلا ممكن تقولوا لي لا، هاي اخواننا البروتستانت هاي موجودة عندهم، هاي الكتب موجودة لانه رجعوها بعدين، ضغطوا عليه ورجعوها بعدين. شايفين نفس السنة اللي ايش صار فيها؟ اللي احتجوا فيها على الكنيسة ايش صار؟ اعتدوا فيها على ايش؟ اعتدوا على ايش؟ لأنه الكنيسة هي حارسة الكتاب المقدس. لما أنت بتعتدي على الكنيسة بطل في حدا يدافع عن الكتاب المقدس. ضل عندنا كم من دقيقة نوقف هون التسجيل ونشوف إذا عندكم أي أسئلة أو إشي.